السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف مع بعض أداة من أدوات ريفيت أدوات 6 عليه اسمها سيم لاب، ودي مشهورة في السكتش أب، بياخد المبنى ويعمل له رندر بشكل قوي. يجي هنا هقول له ترانسفير تو سيم لاب، هياخد الشغل ده ويوديه على برنامج السيم لاب، وفي عندي لينك ويز سيم لاب، بحيث لما يحصل أي حاجة تعديل عندي في الريفيت اقول له ابديت، في اخر حاجه تعمل لها شغل تظهر عندي في السيم لاب. انا اقول له دلوقتي ترانسفير تو سيم لاب، هيبدا يصدر شغل دوت للسيم لاب، ودي الواجهه بتاعه البرنامج. هيبدا يظهر عندي ملف الريفت، تقدر تعمل رندر بادوات قويه وادوات جاهزه، وتقدر تظبط الخلفيه زي ما انت عايز. طيب سؤال، هل الريفت بيعمل رندر قوي؟ اه الريفت بيعمل رندر قوي، بس ما يغنكش عن الحاجات السبيشال، الحاجات المتخصصة. في ناس بتعمل رندر بالريفت بيطلع بشكل جيد جدا، بيطلع بشكل قوي، ما تقدرش تميز بينه وبين الصور اللي معمولة في ال 3D ماكس والفيري، بس بتحتاجها تدريب وبتحتاجها شغل كتير. فالأفضل إن احنا بنستعين بحاجات جاهزة زي اليون، زي سيم لاب، زي الفري، ممكن تتحط جوه الريفت، بحيث احنا عايزين نوصل لأعلى صورة ممكنة، وفي نفس الوقت بقى لجهد، مش هنقعد كذا شهر يعني عشان نطلع صورة حلوة. هو دلوقتي بيعمل امبورتنج للجيومتري للمبنى اللي احنا كنا شغالين عليه. وحاجة لازم نعرفها ان الريفت برنامج بيم، بيركز على البيم وبيركز على الانفورميشن وبيركز على، فمش مطلوب منه يطلع حاجة بجودة عالية. فالأفضل بعد ما خلص شغل، لو انت عايز صورة عالية الجودة أعلى من اللي بيديها لك الريفت، إن انت تشوف أداة زي دي تكون بتعمل رندر قوي، أو ممكن الماكس تاخده وما تعملش حاجة خالص غير إن انت بس تقول له رندر. تمام، ده أهو المبنى أهوت. وهنا بنشوف بقى زي شجرة للملفات، تقدر تيجي هنا وتقول له أسامبلي، وتقدر تختار أنا مثلا عايز أغير في اللي هو كلها مثلا الماتيريال بتاعتها، أو عايز أغير في شبابيك، أو عايز أغير زي ما أنت عايز. ممكن تيجي تغير في الانفايرمنت، لو أنت عندك ملف اتش دي ار تحمل الملف اللي أنت عايزه، ممكن تخلي مثلا فضاء أو كذا، ودي حاجات هتساعدك برضه. انت عايز تدي شكل الرندر الجاهز دوت، مثلا اهوت وتقدر تختار ان انت تعمل رندر في الريال تايم، بحيث ان اي تعديل هناك يظهر عندك هنا على طول اهوت زي ما انت شايف. أو تقول إن عايز تلاقي حاجة تكون متوسطة، يعني تقدر تعمل تأثيرات على الصورة بدل ما تخش على الفوتوشوب أو كده، تقدر تختار الإعدادات اللي أنت عايزها.